يا مولانا انا حبيت واحده. واحده بس؟ طب حب اتنين. واحده رفضت تتجوز التانيه. هاي والله اسئله غراميه بقى. وهي ايضا تحبني. خلاص الحمد لله، يا بخت من وفق رصين في الحلال. لكني لم اتقدم الي لاني لازلت في الدراسه، على الرغم انني عرفت اهلها جيدا، وكان يوجد واحد يريد ان يتقدم الي. فكيف هذا يا مولاي؟ اتقدم لها بسرعه، الحق يا ابني، الحق احجز. هل يجوز ان نوعد بعضنا بعض ان نحافظ نفسنا؟ يا ابني ممكن اهلها يعني يجي لها واحد مناسب يوافق، واخد بالك؟ النصيحه يا مولانا ان انا انصحك انك انت طالما بتحبها ومش عارف تعيش من غيرها يا مسكين، ايه تقوم تعمل ايه؟ تكلم اهلها وتقول لهم يا جماعه، يا جماعه الخير، انا يعني ايه اريد ان انا اتقدم لابنتكم، لكن اللي مأجلني دراستي، فهل ممكن توعدوني انها تنتظرني حتى انتهي من دراستي؟ بس وخلاص، حاجه سهله. يبعت لهم ابوه وامه يكلموهم.